وصدور تشتاق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة، الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية. في هذه الحلقة إن شاء الله سنفتتح مبحثا مهما من مباحث علم التجويد، ألا وهو مبحث صفات الحروف. هناك مبحثان مهمان جدا من مباحث علم التجويد، بل إن مدار علم التجويد على هذان المبحثان. المبحث الأول هو مخارج الحروف، وكنا قد أنهينا الحديث عنها في الحلقة الماضية، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم وسنشرع في الحديث عن صفات الحروف. نحن عندما عرفنا علم التجويد في بداية هذه الحلقات، قلنا أنه هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. علم التجويد ما هو؟ هو العلم الذي يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية. كيف نستطيع أن ننطق الحروف العربية بطريقة سليمة وصحيحة؟ لا يتم ذلك إلا بمعرفة مخارجها، وقد عرفنا مخارج الحروف بفضل الله تبارك وتعالى، وبينا ذلك وشرحناه شرحا كافيا مستوفا باللوحات التوضيحية. أيضا ننطق الحروف العربية بطريقة سليمة بعد معرفة مخارجها، بأن نعرف صفاتها الذاتية والعرضية، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة وما يتلوها من حلقات بإذن الله تبارك وتعالى. قلت بمعرفة مخارجها وصفاتها وما ينشأ عنها من أحكام، لأن الأحكام من أحكام للنون الساكنة وللتنوين، من أحكام للميم الساكنة، من المتقاربين والمتباعدين والمتجانسين والمثلين، كل ذلك ينشأ عن مخارج الحروف وصفاتها. إذن لكي ننطق الحروف العربية بطريقة سليمة وصحيحة، يجب علينا أن نعلم مخارج الحروف وصفاتها. ما هي صفات الحروف؟ ما الذي نقصده حينما نقول صفات الحروف العربية؟ في علم التجويد نعني بصفات الحروف تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف، كالهمس والجهر مثلا، والاستعلاء والاستفال. هذه الصفات إذا يعني أخلينا بها ولم ننطقها بطريقة سليمة وصحيحة، هذا يؤثر على صفة الحرف. فصفات الحروف هي تلك الصفات التي يؤثر النطق بها على صوت الحرف. بينما لما تكلمنا عن ألقاب الحروف، الإخلال بألقاب الحروف هذا لا يتعلق بشيء سمعي وشيء نطقي للحروف، هذا إنما يتعلق بالحيز الذي يخرج منه الحرف في الفم، كما نقول الحروف الشجرية ونقول الحروف النطعية. لأننا تجدون في كتب اللغة العديد من الصفات، بعض هذه الصفات يتعلق بنطقنا للحرف، والبعض الآخر يتعلق بالمكان والحيز الذي يخرج منه الحرف. مثلا تجدون في بعض الكتب يقولون للجوف
الحرف الهاوي، ويقصدون بذلك حرف الألف لأنه يهوي في الفم. فهم يعني لا يأتيك طالب يقرأ عليك مثلا، يقرأ مثلا قال قال، يقرأ حرف الألف فتقول له ائتي بهوي الحرف، لأن هذه اللقب وهذه الصفة لا تتعلق بنطقنا للحرف. نحن في علم التجويد الآن حينما سنتحدث عن صفات الحروف نقصد تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صفة الحرف. كذلك مثلا يقولون أن الهاء حرف خفاء، هذا لقب لحرف الفاء وصفة لحرف الفاء، لكن هذه الصفة صفة الخفاء لا تؤثر على نطقنا لحرف الهاء. أيضا يقولون مثلا كما بينا الحروف النطعية التي هي الطاء والدال والتاء، لأنها تخرج قريبا من نطع الفم، والنطع هو تلك المنطقة التي فوق اللثة، تلك المنطقة التي فيها تعرجات، فهم يشبهونها بالنطع، والنطع هو الجلد. فهذه يعني الصفة تدل وتبين المكان والحيز الذي يخرج منه الحرف، ولا تتكلم على صفة تؤثر على نطقنا للحرف. إذن ينبغي أن نميز أولا وأن نفرق بين الصفات تؤثر والإخلال بها يؤثر على صفة الحرف وعلى نطق الحرف، كالهمس والجهر والاستعلاء والاستفال والتكرير والانحراف، وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في هذه الحلقات. هناك صفات لا يؤثر الإخلال بها، أو إن هذه الصفات يعني لا تؤثر على صوت الحرف إطلاقا وليس لها علاقة بصوت الحرف، إنما هي تبين وتدل على الحيز الذي يخرج منه الحرف، وهذا ما نسميه نحن ونصطلح عليه في علم التجويد بألقاب الحروف، التي كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عنها وذكرناها. وحتى حينما تحدثنا عن مخارج الحروف، لما تكلمنا عن حروف الجوف قلنا حروف جوفية، حروف هوائية، لما تكلمنا عن حروف الحلق قلنا حروف حلقية، تحدثنا عن الحروف الشجرية، الحروف النطعية، الحروف الذلقية، وهلم جرة. الآن لابد أيها المباركون أن تستظهروا في أذهانكم هذا التفريق. لما في 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 التجويد نحن المجودون حينما نقول صفات الحروف إنما نقصد بذلك تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صفة الحرف، لا نتكلم عن الصفات الأخرى كالحرف الهاوي مثلا للألف، أو الهاء فيها خفاء، أو النطعية، أو الذلقية، تلك ربما يعني نسميها ألقاب للحروف. طيب الآن نأتي على الصفات. الصفات جمع ماذا؟ جمع صفة. الصفة ما هي؟ هي هيئة خروج الحرف من مخرجه، هي هيئة خروج الحرف من مخرجه، احفظوا هذا التعريف. الصفة هي صفة الحرف، هي هيئته عند خروجه من مخرجه. طيب الآن حينما سنتحدث إن شاء الله عن صفات الحروف، ما الذي سنستفيده؟ ما هي الفائدة من معرفة صفات الحروف؟ الفائدة من ذلك أول شيء أنها تعطينا مميزات كل حرف ليتميز عن الحرف الآخر الذي يخرج معه من نفس المخرج. لو تذكرون لما تحدثنا عن مخارج الحروف، هناك بعض الحروف تخرج من مخرج واحد، الطاء والدال والتاء مثلا، الجيم والشين والياء تخرج من وسط اللسان، هذه حروف تخرج من نفس المكان. كيف نستطيع أن نميز مثلا الجيم عن الشين عن الياء التي هي تخرج من مخرج واحد الذي هو وسط اللسان؟ كيف نستطيع أن نميز؟ نستطيع أن نميز هذه الأحرف عن بعضها بمعرفة صفاتها. إذن هذه هي الفائدة الأولى. ما هي؟ أن الصفات تعطينا مميزات كل حرف ليتميز عن الحرف الآخر الذي يخرج معه من نفس المخرج. الفائدة الثانية معرفة الحرف القوي
من الحرف الضعيف، لأننا من خلال معرفتنا للصفات إن شاء الله هناك صفات قوية، والحروف التي تتصف بهذه الصفات حروف قوية، وهناك صفات ضعف، والحروف التي تتصف بهذه الصفات حروف ضعيفة. نحن من خلال معرفتنا للصفات إن شاء الله سنعلم الحروف القوية وسنعلم الحروف الضعيفة، وهذا طبعا يفيدنا كي نعلم ونعرف ما يدغم من الحروف والحروف التي لا تدغم، لأن القوية الحرف القوي لا يدغم في الحرف الضعيف. إذن هذه هي الفائدة الثانية، معرفة الحرف القوي من الحرف الضعيف. أما الذي سنستفيده من معرفة الحرف الضعيف ومن معرفة الحرف القوي؟ نستفيد أن نعرف الحروف التي تدغم من الحروف التي لا تدغم، لأن الحرف القوي لا يدغم في الضعيف. الفائدة الثالثة والثمرة الثالثة من معرفتنا لصفات الحروف هي تحسين النطق بالحروف وتجميلها، تجميل الحروف وتحسينها عند النطق بها. الآن نحن ذكرنا تعريف الصفة، ذكرنا الفائدة من معرفة الصفات، نعيد نلخص إن شاء الله. والله الأفضل أيها المباركون أن تكون بين أيديكم يعني أوراق أو كراريس تكتبوا هذه الفوائد وهذه المعلومات. نحن الآن بعض مشايخنا كانوا يقولون ما كتب قر، الشيء الذي يكتب دائما يظل وتجد إن شاء الله، بينما الآن تتابع وكذا غدا إن شاء الله تنسى كل شيء. فالأفضل أن تدون هذه الأشياء كي ترجع إليها بإذن الله وكي تراجعها بين الفينة والأخرى. الآن ألخص إن شاء الله، صفة الحرف هي هيئته عند خروجه من مخرجه. ما هي الفائدة من معرفتنا لصفات الحروف؟ فائدة صفات الحروف: واحد، أنها تعطينا مميزات لكل حرف ليتميز عن الحرف الآخر الذي يخرج معه من نفس المخرج. فمثلا الجيم والشين والياء مخرجها واحد، ولكن الصفات هي التي تميز كل حرف عن أخيه. الفائدة الثانية، معرفة الحرف القوي من الحرف الضعيف، وهذا ينبني عليه معرفة ما يدغم مما لا يدغم من الحروف، لأن الحرف القوي لا يدغم في الحرف الضعيف. الفائدة الثالثة، تحسين النطق بالحروف وتجميلها. صفات الحروف لها أقسام، عندنا قسمان، هذا التمهيد وهذه التوطئة أيها المباركون مهمة جدا، لابد حينما نتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة عن الصفات صفة صفة لابد أن تستظهروا ما نقوله اليوم. هذا التمهيد مهم جدا جدا، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. الصفات تنقسم إلى قسمين، عندنا صفات لها ضد، صفة لها صفة مضادة لها، وعندنا صفات لا ضد لها. إذن الآن صفات الحروف ينقسم إلى قسمين، قسم له ضد وقسم ليس له ضد، صفات هناك صفات أخرى ضدها وصفات لا ضد لها. الآن نأتي على القسيم الأول، هذا الصفات التي لها ضد ما هي؟ عندنا خمسة صفات لها ضد، ضدها خمس صفات أخرى، خمسة ضد خمسة. هذه الصفات ما هي؟ عندنا الصفة الأولى وهي الهمس وضدها الجهر، الصفة الثانية هي الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما صفة نسميها البينية. عندنا الصفة الثالثة هي صفة الاستعلاء وضدها الاستفال، الصفة الرابعة صفة الإطباق وضدها الانفتاح، الصفة الخامسة صفة الإذلاق وضدها صفة الإصمات. إذن عندنا الآن خمس صفات ضد خمس صفات.
كم تأتت عندنا صفة؟ عشرة صفات، بالإضافة إلى صفة البينية التي قلنا أنها بين صفة الشدة والرخاء. أعيد، صفة الهمس ضدها الجهر، صفة الاستفال ضدها الاستعلاء، صفة الشدة ضدها الرخاوة، وبينهما صفة البينية. عندنا الإطباق وضده الانفتاح، عندنا الإذلاق وضده الإصمات. هذه إحدى عشرة صفة. طيب، ما هي الصفات التي لا ضد لها؟ عندنا صفات لا ضد لها، ما هي؟ هي ثمانية صفات. الصفة الأولى الصفير، الصفة الثانية القلقلة، الصفة الثالثة اللين، الصفة الرابعة الانحراف، الصفة الخامسة التكرير، الصفة السادسة التفشي، الصفة السابعة الاستطالة، الصفة الثامنة الغنة. هذه ثمانية صفات لا ضد لها: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة. هذه ما التي سميتها وذكرتها، هذه هي صفات الحروف التي إن شاء الله الآن ذكرناها إجمالا، وإن شاء الله تعالى سأتحدث عنها صفة صفة ونبينها إن شاء الله بيانا شافيا تاما. لكن قبل ذلك، بارك الله فيكم، لابد من استظهار هذه الصفات، لأن هذا ما نحتاجه إن شاء الله حينما نتحدث ونبين هذه الصفات صفة صفة. لابد أن تستظهروا ما معنى صفة، ما هي الفائدة من معرفتنا لهذه الصفات. كذلك لابد أن تعرفوا أن هناك صفات لها ضد، صفة وعكسها، صفة وضدها، وهناك صفات ليس لها ضد. هذا لابد من استظهاره في أذهانكم، بارك الله فيكم. الآن نبدأ الحديث عن هذه الصفات. نبدأ الآن إن شاء الله بالصفتين الأولتين، هما صفتا الهمس وضدها ماذا؟ ضدها الجهر. صفتا الهمس والجهر، هذان الصفتان أو هاتان الصفتان هم يتعلقان بالحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس. الآن حينما سأتحدث عن الصفات، الآن أتكلم عن الهمس والجهر. طيب، الهمس والجهر يتعلقان بماذا في الحروف العربية؟ يتعلقان بجريان وانحباس النفس. ما هو النفس؟ هو الهواء هذا الذي يخرج، هواء الزفير الخارج من الرئتين، هذا نسميه نفس. بعض الحروف العربية يجري فيها النفس، وبعض الحروف العربية عند نطقنا لها ينحبس فيها النفس. صفات يجري فيها النفس وصفات ينحبس فيها النفس. كما أن جريان النفس وانحباسه في هذين الصفتين يتعلق بموضوع مهم جدا، وهو موضوع الوترين في الحنجرة. طبعا في الحنجرة كلنا نعلم أن هناك وتران، الوتران في الحنجرة ينفتحان أحيانا ينغلقان أحيانا. طبعا هذا الانفتاح وهذا الانغلاق يعني يؤثر تأثيرا مباشرا أو مباشرا على جريان النفس وانحباسه. سنتابع إن شاء الله قليلا بعد الفاصل الآن الذي سنأخذه، ربما ننهي الهمس والجار في هذه الحلقة، ربما نستكمله في الحلقة القادمة. نأخذ واصل بعد ذلك نرى إن شاء الله تعالى، فحياكم الله. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
فتاوى مختارة. ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وإقامة الموائد ودعوة الناس لها؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا أحد من أصحابه، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، ولا التابعون، ولا أبو حنيفة ولا مالك، ولا الشافعي ولا أحمد، ولا أحد من أهل القرون الثلاثة الأولى خير القرون. وأول من احتفل به الفاطميون في القرن الرابع الهجري، قال ابن الحاج رحمه الله: ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وأظهر الشعائر، ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوى على بدع ومحرمات جمة. والخير كل الخير في اتباع السلف، وكثيرا ما كان مالك رحمه الله يتمثل بقول القائل: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ويصعب تصور أن يكون الاحتفال بالموالد خيرا، وقد فات أهل القرون الثلاثة الأولى جميعا، الصحابة والتابعون وأتباعهم، وهم الهداة الخيرون والمجتهدون في العبادة الحريصون، فالتمسك بهديهم أوفق، والتزام غرزهم أوثق، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، مفتي عام الديار الليبية. للحصول على الفتاوى من دار الإفتاء يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 1413. فتاوى مختارة. زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ مالك النقام، لذلك قال الرسول الكريم: فلذ النداء تفز بالمرام، فلذ النداء تفز بالمرام. زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ مالك النقام. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحبا، فتزيد ورودا وتلاوى، وتراها عين الرحمن. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. كنت قبل الفاصل أتحدث عن الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس عند النطق بها، وذكرت أن هناك حروفا يجري فيها النفس ويخرج فيها النفس مع انفتاح للوترين الصوتيين في الحنجرة وعدم اهتزازهما، بينما بعض الحروف لا يجري فيها النفس أو يجري جريانا بسيطا لا يعتد به، مع ذلك يصاحبه اهتزاز في الأوتار الصوتية اللذين في الحنجرة وبسبب انغلاقهما. طبعا الوتران الصوتيان دائما ما نذكرهما ونتحدث عنهما هما رباطان في الحنجرة يشبهان الشفتين، يمتدان أفقيا كما الآن نرى على الشاشة. هذه الحروف المهموسة، هذه هيئة الوتران الصوتيان، هما وتران ورباطان يشبهان الشفتين كما تلاحظون، يمتدان أفقيا من الخلف إلى الأمام، يلتقيان في الجزء البارز في الحنجرة، هنا الجزء البارز من الحنجرة، هذا الغضروف البارز في الرقبة، فيعني يجتمعان في هذا المكان. الفراغ الذي بينهما لو نعود إلى الصورة
الفراغ الذي بينهما يسمى بالغلصمة أو لسان المزمار. طبعا بفعل هواء الزفير الخارج من الرئتين تنغلق أو تنفتح، ينفتح لسان المزمار فيتذبذب الوتران الصوتيان بشكل أفقي في حركة موجية. الصورة التي رأيناها، رأينا انفتاح الوتران الصوتيان، وهذه حينما ننطق الحروف المهموسة التي يجري فيها الصوت، وهي حروف الهمس، حروف سكت فحثه شخص، فحثه يعني فحرضه، سكت فحثه شخص، السين والكاف والتاء والفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد. بينما الحروف المجهورة هكذا كما ترون في الصورة، ماذا يحدث؟ يعني تنغلق فيها الوتران الصوتيان، لا ينفتحان إنما ينغلقان على بعضهما. لاحظتم الفرق؟ الآن هذان منفتحان، هذه حروف مهموسة، الآن هذه حروف مجهورة. ما هي الحروف المجهورة؟ الحروف المجهورة، نحن طبعا حرصنا قبل ذلك أن نبين الصورتين يعني لكي تكون هناك مقارنة بينهما. قديما قالوا وبضدها تتميز الأشياء. الآن رأيتم هيئة الوترين الصوتيين في الحروف المهموسة، حروف سكت فحثه شخص. ما هي الصفة التي ضد الهمس؟ هي صفة الجهر. إذن بقية الحروف حروف مجهورة. الآن عرفنا ما هما الوتران الصوتيان، رأينا صورة طبيعية مأخوذة بالمنظار للوترين الصوتيين في الحنجرة عند نطقنا لحروف الهمس وعند نطقنا للحروف المجهورة. أرجو أن تكونوا قد يعني تصورتم واستفدتم من ذلك بإذن الله. الحديث عن حروف المهموسة والحروف المجهورة يطول إن شاء الله، ولكن ليس في هذه الحلقة، إنما في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر في درس علم التجويد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن سأتلو التلاوة المنهجية المخصصة لهذه الحلقة، وهي الصفحة 52 بعد 105 من سورة المنافقين، من الآية 5 إلى آخر السورة. أتلو برواية الإمام قالون، بعد ذلك أسعد بتلقي اتصالاتكم لمن أراد أن يسمعنا تلاوته كي نصححها له، أو لمن أراد أن يسألنا في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله،
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا تلاوته. الآن كما هي العادة نأتي على الخلف بين الروايات الأربعة المنتشرة بين عامة المسلمين. طبعا أقول بين عامة المسلمين لأن القراءات المنتشرة في عالمنا الإسلام هي القراءات العشر، لكن ليست عند عامة المسلمين، إن عندما عند علماء القراءات وعند أهل هذا العلم وأهل هذا التخصص. قبل أن آتي على الخلف أخذ هذا الاتصال من الأخت بنت ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. ضاع الاتصال ربما، لا بأس. أواصل أو آتي على الخلف بين الروايات. في الآية الخامسة وهي أول آية تلوناها، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. حفص رحمه الله والدوري قرأ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم بتضعيف الواو، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. أما نافع رحمه الله، حينما أقول نافع له راويان وهم ورش وقالون أو قالون وورش حسب الترتيب. نافع رحمه الله قرأ لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، كما قرأت حينما قرأت هذه الصفحة المخصصة. يقول الشاطبي رحمه الله وخف لووا إلفا، إلفا مبدوءة بهمزة، فالهمزة هذه هي رمز الإمام نافع رحمه الله في الشاطبية. طبعا هو في القراءات العشرة نافع هو الوحيد الذي يقرأ، ويعقوب أيضا نافع رحمه الله يقرأ لووا رؤوسهم، أما الباقون لووا رؤوسهم، الذي يعنينا هنا قالون وورش لووا رؤوسهم. الدوري عن أبي عمرو البصري وحفص رحمهما الله قرأوا لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. أيضا عندنا في الآية الخامسة كلمة رؤوسهم، هذا طبعا مد بدل فيه الثلاثة، لثلاثة البدل لورش: القصر والتوسط والطول. معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ. الله يحييك أختي الكريمة، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، الذال حرف لثوي، أعوذ ليس أعوذ، لابد تفرق بين الذال المعجمة والدال المهملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم. رقق الراء من يستغفر، يستغفر لكم راء مرقق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء
لم تستغفر لهم يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون حسبك بارك الله فيك أختي الكريمة تلاوتك جيدة جزاك الله خيرا معي الأخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وحياك يا شيخنا الكريم إن شاء الله بارك الله فيك تفضل يا شيخ بالقراءة إن شاء الله تعالى استفسار بسيط شيخنا الكريم تفضل الميم الساكنة مع الباء يتم إطلاق الشفتين بالكامل وإلا مش بالكامل أجيبك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله خلي المد مقدار حركتين ولا أولادكم خلي المدود متساوية كلها واللفظ في نظيره كمثله إن شاء الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون حسبك بارك الله فيك شكرا تلاوة جيدة أخي محمد أجيبك إن شاء الله عن سؤالك أنت سألت عن الفرجة بين الشفتين في نطقنا للإخفاء الشفوي كذلك حكم القلب الصواب أن تضم شفتيك دون أن تكون هناك فرجة بينهما هذه الفرجة ليس لها صدى في كتب الأئمة من الأولين هذا أمر محدث الصواب
أن تضم شفتيك وتطبق شفتيك هكذا أم بورك، تضم شفتيك على بعضهما دون ضغط ودون فرجة، دون كز ودون مجفة، لا تقول أم بورك كما الآن البعض للأسف يعني يقرأ به ويعلم به، كذلك الكز والضغط على الشفتين هذا لا يصح، هكذا أم بورك هذا خطأ. الصواب تطبق شفتيك على بعضهما دون مجافات ولا كز. هذه الذين يقولون يعني فرجة بين الشفتين وكذا، هذا ليس له صدى في كتب الأئمة الأوائل، وإنما هو أمر منكر نحن تلقينا عن شيوخنا أم بورك بالطريقة التي ذكرتها لك، فانتبه لذلك، وسؤال في محله وسؤال جيد، بارك الله فيك. لا تلتفت لمن يقول هناك فرجة بين الشفتين، من قال بالفرجة بين الشفتين فليأتنا بدليله. بارك الله فيك على سؤالك. الآن قبل أن أستأنف الخلف وآتي على معاني الآيات آخذ فاصل قصير، فاصل قصير ونواصل بعده بإذن الله، فحياكم الله. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. قصة ثورة. أفسد وطغى وتجبر، فثار الشعب على الطاغية وحلم بالحرية، ويعد الإعلان الدستوري مجمدا، لكن الفئة الباغية ظلت باقية. لو لم يأتنا حفتر جاءنا الشيطان في ذلك الوقت لتحالفنا معه. تريد خلافة الطاغية في الزعامة وترفع خداعا راية الكرامة، فوقف لها الثوار كالصخر وسطروا بدمائهم آيات المجد والفخر، وكانوا لليبيا دوما الفخر. شبابنا ماتت تحت الدبابات، ولا زالت الآن شبابنا يقودون المعركة، لسنا وحدنا، نحن نقودها بقوتكم، بعزيمتكم، بشجاعتكم، بقوتكم اللي جابتكم هذا اليوم من مدينة زوارة. نحن في المعركة لسنا وحيدين، نحن في المعركة بكم. لن تقودنا الشعارات، لن تقودنا الأحزاب، لن يقودنا التقوقع، لن يقودنا التعنصر، لن يقودنا هذا عربي وهذا أمازيغي. نحن ليبيا، نحن ليبيا، نحن ليبيا، نحن ليبيا، نحن ليبيا، نعلنها من هذا الموقع. لن يثنينا عزيمتنا على البقاء، لأننا نحن عاهدنا الله، لم نعاهد الآخرين. عاهدنا 17 فبراير قبل أن نعاهد الآخرين، عاهدنا فجر ليبيا قبل أن نعاهد الآخرين. والله نعاهدكم، لن نتخلى ولن ننسحب رجالا ونساء وحرائرا وبناتا وأولادا وطلبة ومدارسا، ولذلك نحن وحدة واحدة لن نتجزأ. فنحن اعتزازنا بكم كبير، واعتزازنا بكم لا مثيل له. عند زيارتنا للمواقع في الجبهات في والشفانة وفي الزاوية وجدنا شباب يبكي ويسأل هل نحن على حق؟ قلنا نعم نحن على حق، وسنموت على الحق وسنستمر بالحق. وأبشركم في الثلاثة الأيام القادمة ستسمعون وسترون ما لم نحلم به. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. كنا في الآية الخامسة، اذكروا الخلف فيها،
ذكرنا أن ورشاً رحمه الله له ثلاثة البدل في رؤوسهم لأنه مد بدل هكذا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، هذا القصر، لووا رؤوسهم، هذا التوسط، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، هذا الطول. نأخذ هذا الاتصال من الأخ السنوسي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياكم الله. الله يبارك فيك. تفضل أخي الكريم بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فخم الراء، الخاسرون، الخاسرون، الراء مفخمة، الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لا تفخم الهمزة، لا تفخم الهمزة، لولا أخرتني لا تقول أخرتني، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك أخي السنوسي، شكرا على اتصالك. أخي الكريم اهتم بصفات الرؤوف، الآن نحن شرعنا الحديث عنها في هذه الحلقة فتابعنا بإذن الله. صفات الحروف مهمة جدا بالنسبة لقراءتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ محمد عبد القدوس صح؟ ايه. أهلا وسهلا، وينك معش اتصلت بينا؟ والله التليفون ما في رصيد. ايوه طيب، ده اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ صدق الله العظيم. محمد بنسألك سؤال ولا نعطل عليك؟ كويس، أنت قرأت الحاقة وسكت وقفت بعد ذلك قلت ما الحاقة، ما السبب؟ ليش؟ هيك الشيخ يقرأ فيها ما. طيب أنا أقول لك على شيء قرأ فيكم الشيخ هيك باهي. باه. أنت تقرأ بحفص صح؟ إيه. طيب حفص عنده رأس آية، الحاقة هنا آية، ما الحاقة هنا آية، فتقف لأنها رأس آية والوقف على رؤوس الآية هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ تمام. عرفت توا؟ شكرا لك.
السلام عليكم أخت فاطمة. أهلا أختي الكريمة، تفضلي بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. أطيل الغنة أختي، لن يغفر. الغنة أكمل ما تكون في الإدغام، لن يغفر. لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. الخاء مفخمة وفي أعلى مراتبها لأنها مفتوحة. ولله خزائن السماوات والأرض. افتحي فمك أختي فاطمة، افتحي فمك بالميم والواء. ولله خزائن السماوات، لا تقولي السماوات، هذه إمالة. انت افتحي فمك فتحا وسطا، تدربي على ذلك بارك الله فيك. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. لا مفتوح مضمومات أختي، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، مش أموالكم، أموالكم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فخم الخاء، الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حسبك أختي الكريمة، حسبك، بارك الله فيك، شكرا على اتصالك، تلاوتك جيدة. طبعا ملاحظ جدا من خلال الإخوة والأخوات المتصلون، القراءة كلها مشاكل موجودة في الصفات، فالمبحث المخارج يعني مو ربما بطبيعتنا نخرج الحروف من مخارجها، لأننا ليس عندنا مشكلة في المخارج باعتبارنا يعني هذه لغة الأم لنا، لكن الصفات هناك يعني خلل واضح وهناك أخطاء واضحة. فمبحث الصفات الذي ابتدأنا فيه الحديث في هذه الحلقة راه مبحث مهم جدا جدا جدا، وهذا ملاحظ من خلال تلاوات المتصلين. نحن اليوم ابتدأنا، نحن لازلنا لم نتحدث يعني عن، بدأنا بالهمس والجهر، وفي الحلقة القادمة سنعيد الحديث عنهم ونبينهم أكثر بإذن الله. فلا بد، بارك الله فيكم، تحرصوا على متابعة هذه الحلقات. من تفوته الحلقة بإمكانه، الحلقة تعاد مرتين، تعاد غدا إن شاء الله فجرا، وتعاد غدا إن شاء الله صباحا في الساعة 11. فلا بد من متابعة الحلقات. كذلك الحلقات إن شاء الله موجودة على اليوتيوب، كذلك على صفحة البرنامج التي إن شاء الله سنظهرها في أسفل الشاشة آخر الحلقة. فلا بد من الحرص على متابعة مبحث صفات الحروف، مبحث مهم جدا جدا جدا، فاحرصوا على ذلك
بارك الله فيكم، لأننا نريد منكم أن تتلوا القرآن بطريقة سليمة ترضي الله وترضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نريد قراءة تكون موافقة لقراءة النبي بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. في الآية العاشرة من سورة المنافقين: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قرأ أبو عمرو رحمه الله. من رويا أبي عمرو؟ هما الدوري والسوسي. نحن نريد الآن الدوري. الدوري قرأ والسوسي أيضا: وأكون من الصالحين. تمام. الدوري عن أبي عمرو قرأ: وأكون من الصالحين. يقول الشاطبي رحمه الله: أكون بواو وانصب الجزم حفلا. حفلا، الحاء من حفلا، هذه رمز أبي عمرو رحمه الله في الشاطبية. في آخر آية: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قرأ ورش رحمه الله بإبدال الهمزة واوا: ولن يؤخر الله نفسا، ولن يؤخر الله نفسا، كما قرأ طبعا بترقيق الراء، لأن ورشا رحمه الله يرقق كل راء مكسور ما قبلها. فورش كلمة يؤخر أبدل الهمزة واوا ورقق الراء: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كذلك في كلمة جاء أجلها أو كلمتي جاء أجلها، عندنا الآن همزتان من كلمتين: جاء آخرها همزة قطع، أجلها أولها همزة قطع. طيب الآن عندنا همزتين من كلمتين. انتبهوا بارك الله فيكم، كلام الآن دقيق شوي. عندنا قالون والدوري رحمهما الله قرأ بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر، لأن جاء أجلها. لو أسقطنا الهمزة الأولى كما يفعل قالون ويفعل الدوري رحمه الله عن أبي عمرو، ما الذي سيحصل؟ سيصير عندنا مد منفصل، تصير جاء أجلها. المنفصل لقالون وللدوري عنده فيه وجهان، عنده فيه القصر والتوسط، يعني تصير ماذا للدوري ولقالون؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلها. طيب ورش رحمه الله له وجهان، الأول منهما هو تسهيل الهمزة الثانية، أن يسهل الهمزة الثانية همزة أجلها هكذا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أجلها. كما أن له وجها آخر وهو إبدالها حرف مد من غير إشباع، وهو الوجه المقدم لورش رحمه الله. وحفص رحمه الله له تحقيق الهمزتين: جاء أجلها، جاء أجلها. الإخوة يخبروني أن الوقت الحلقة قد انتهى، أذكر المدغم باختصار إن شاء الله. عندنا كلمتان، عندنا موضعان فيهما إدغام صغير طبعا لأبي عمرو رحمه الله: يستغفر لكم رسول الله، تستغفر لهم. يدغم أبو عمرو رحمه الله بخلف عن الدوري، والإدغام هو المقدم في الشاطبية، وهو طريق الشاطبية، هكذا: يستغفر لكم رسول الله، تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم. هذا هو الخلف يعني ذكرناه، بقيت معاني الآيات ليس هناك وقت لذكرها، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، أعان الله على قوله، لنقدكم العلمي، لملاحظاتكم، لأسئلتكم، لاقتراحاتكم. يمكنكم الإعجاب بصفحة البرنامج على فيسبوك التي ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة. أنقل لكم تحياتي فريق العمل، هذا أخوكم الفتوري غانم يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة.